بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. بالنسبة لمشكلة الباراجراف اللي مواجهة كل الطلبة، الطالب اللي عاوز يكتب باراجراف، انت بين اتنين طلاب، هل انت شاطر وطالب متفوق وعندك كمية من الثروة اللغوية كبيرة جدا وبتعرف تركب قواعد وبناء جملة سليمة، ولا انت عاوز تعدي السؤال وتخطف منه اي درجات وخلاص؟ تمام، تعال نشوف الفرق بين الاتنين. لو انت طالب متفوق وعاوز تقفل في الباراجراف، لازم يكون عندك كم كبير من الثروة اللغوية، يعني يكون عندك كلمات كتير، حافظ كلمات كتير من ابتدائي واعدادي وثانوي، وحافظ كل الكلمات اللي عليك في منهجك عشان تعرف تشتغل منها وتكون جمل وتجيب مرادفات للكلمات اللي انت عايزها، ولازم تكون حافظ بعض التعبيرات الشائعة زي اللي احنا بناخدها في المنهج بتاعنا السنة دي. تمام، ده اول حاجة. تاني حاجة، لازم تكون تعرف تكتب جملة بطريقة سليمة او صحيحة. يعني ايه بطريقة سليمة او صحيحة؟ يعني تكون فاهم البناء السليم للجملة، ان هي بتتكون من فاعل وفعل ومفعول، وانك تكون عارف تركيبات القواعد، انك لما تتكلم عن حاجة في الماضي لازم تكون بتتكلم في زمن الماضي، انك لو بتتكلم عن حاجة حالية يبقى لازم تكون بتتكلم عن في زمن المضارع، لو هتتكلم عن حاجة هتحصل في المستقبل يبقى لازم تستخدم ويل ومشتقاتها او ما يدل على المستقبل، وتكون حافظ الكلمات الدالة على كل زمن عشان تعرف تستخدمها بالشكل الصحيح المطلوب منك. تمام، طيب، يبقى ده النقطة التانية اللي هي نقطة البناء السليم للجملة، انك تكون عارف القواعد وتعرف تطبقها كويس، تعرف تكون جملة بشكل صحيح، وكتبت قبل كده مرة واثنين وثلاثة وحد صحح لك الكلام ده وما قالكش حاجة على بناء الجملة. واللي عاوز يكتب طبعا باراجرافات، انا طبعا كده كده قايل للناس اللي معايا في الجروب اكتبوا وهاتولي وانا اصحح لكم، واشوف بقى مين مشكلته ايه وحلها ايه. تمام، طيب، اخر حاجه بقى تكون عارف معرفه قواعد الباراجراف بقى، ان مثلا انت القواعد الباراجراف انك انت بتبدا بجمله مقدمه، وبعدين بتبدا بحرف كابيتال، وبعدين بعد الحرف الكابيتال بتكمل جملتك عادي وتنهي بنقطة، الضمير اي يتكتب كابيتال في اي جزء في الجملة، انك انت بتحاول تنسق الخط بتاعك يبقى كويس، انك انت الاخطاء الشائعة اللي احنا عارفينها، هسيب لكم رابط تحت الفيديو في كل الباراجرافات بتاعة الثانوية العامة، وفي نفس الوقت في الارشادات اللي انت لازم تعملها، يعني كيفية بناء الجملة بشكل صحيح، وكمان قواعد الباراجراف اللي انت تحط نقطة وتكتب بحرف كابيتال وتسيب مسافة في اول، الكلام اللي قلناه قبل كده كتير او الناس كلها بتقوله في الايه في الفيديوهات. تمام، طيب، دول كانوا الثلاث شروط اللي انت عشان تكتب باراجراف كويس لازم يكون تملكهم. تمام، طيب، لو انت ما تملكش الثلاثه دول مثلا هنعمل ايه بقى؟ تعالى في الاول اتعرف على انواع الباراجرافات. انواع الباراجرافات، اول نوع مثلا عندي باراجراف ايجابي. باراجراف ايجابي زي الصناعه، السياحه، الزراعه، حاجه بتتكلم عن حاجه مفيده للبلد. وطبعا الباراجراف الايجابي انت بتتكلم فيه ليه نموذج جاهز هسيبه لك برده في الرابط تحت الفيديو. النموذج ده هيساعدك انك انت ممكن تحفظه وتكتبه على اي موضوع ايجابي ومكان كلمه الموضوع، زي ما احنا عارفين الكلام القديم ده، لو انت ما عندكش الكم الهائل من الكلمات او مش هتعرف تكتب باراجراف بطريقه سليمه، فانت بتاخد ده وتحفظه وتكتبه في اي موضوع ايجابي زي العمل الجماعي، زي يعني كده كده ايه بيجي للمواضيع بتبقى كده يعني. تمام، طيب، النوع التاني العكس بقى اللي هو الباراجراف السلبي. والباراجراف السلبي نفس الموضوع، ان انت بتتكلم عن مشكلة والمشكلة دي بتعرضها في الاول وتعرفها لنا وتقول لنا ايه اضرارها واضرارها على المجتمع، وبتقدم في الاخر ايه حلول ليها. كل ده هسرده لكم بالتفصيل في الفقرات اللي جاية، يعني في الفيديو ده برضو. تمام، او يكون الباراجراف قصصي، انك انت بتتكلم عن كتاب انت قريته، او بتتكلم عن سيره ذاتيه لطه حسين، لعبد التواب يوسف، يعني بتجيب شخص وتتكلم ايه عنه. او يكون الموضوع الرابع وهو موضوع نقاشي، والموضوع النقاشي ده اللي هو بقى ايه اللي انت بتتكلم فيه عن مثلا حاجه لها مميزات وعيوب، زي التلفزيون، زي الانترنت، زي التكنولوجيا الحديثه كده يعني، وتبدا بقى تذكر المميزات والعيوب، وبرده ليها نموذج ثابت هنسيبه لكم في الرابط اللي تحت الفيديو. تمام، طيب، كده اتعرفت على انواع الباراجرافات. تعال نشوف مثلا نموذج من نماذج زي الموضوع الايجابي. الراجل بيقول I don't know
where to begin. انا مش عارف ابدا منين بصراحه. Because this matter, عشان الموضوع ده occupied my attention, يعني احتل تفكيري, جذب انتباهي. But can we imagine life in the absence, هل نستطيع ان نتخيل وجود الحياه في غياب التكنولوجيا الحديثه, في غياب السياحه, في غياب العمل الجماعي؟ ما هو موضوع ايجابي بقى. تمام. In my opinion, في رأيي, I like to say, أود أن أقول ذات وأقول اسم الموضوع, الحاجة دي is really necessary these days, مهمة جدا nowadays, هذه الأيام, and may have good and positive effects on all of us, وربما يكون لديها تأثير إيجابي وجيد علينا جميعا. I think so, وأنا أقول هذا لأن هذا الموضوع بقى ربما يجلب لنا الخير ويجلب الخير لمجتمعنا. ولكي أبدأ في هذا الموضوع أود أن أقول أن كل المصريين الآن ودائما يتفاعلون بشكل جيد لما هو جيد, ويتفاعلون بشكل سيء لما هو سيء. ومن ثم, اللي هي دي الرابط اللي أنا بربط بها إيه الجمل ببعضها, ومن ثم كلنا نوافق ونشجع كذا. في الحقيقة إنه من المهم, إنه من المستحيل أن تكون حياتنا سعيدة بدون كذا. يعني هتحس إن هو نفس الكلام الأولاني, بس طبعا إحنا بنقول إيه ده نموذج للي ما عندوش أفكار ويعرف يكتب جمل. المهم النموذج ده هسيبه لكم إيه, هسيبه لكم في تحت في الفيديوهات. تمام. لو هعمل نموذج للحاجة السلبية بقى, هقول برضو نفس الكلام, أنا مش عارف أبدأ منين, لأن الموضوع ده هو برضو احتل تفكيري بنفس الطريقة برضو, ويعتبر واحد من, هنا كنت بقول من أفضل الأشياء والحاجات اللي هتجيب لنا خير, هعكس بقى, من المشاكل الخطيرة الجادة التي تهدد حياتنا في الوقت الحاضر وفي المستقبل. وإنها مناقشتنا وحول مناقشتنا عن هذه المشكلة, مشكلة وأقول اسم الموضوع, مشكلة التلوث, مشكلة الزيادة السكرية, مشكلة انتشار الأمراض كده, يعني لا تجلب لنا السعادة أبدا ولا التنمية ولا التطور لمجتمعنا. لذا ينبغي علينا بقى, وابدأ بقى إيه أسرد في أنواع المشكلة وعرفها وفي رأيي وأوجد لها حلول وهكذا. برضو ده نموذج ثابت, هسيبه لكم رابط تحت الفيديو للموضوع السلبي أو للمشكلة السلبية. تمام. طيب ده كانوا ايه, انك انت الموضوع القصي بقى زي ما احنا قلنا, والنقاشي زي ما احنا عرفناهم, والنماذج بتاعتهم موجوده. عايزك بقى تعرف معايا بقى, لو انت ايه, لو انت عايز تكتب باراجراف بقى وعايز تقفل وعايز تجيب الدرجه النهائيه في الباراجراف, تمام, لازم يكون عندك الشروط الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم من شويه وتكون عارفهم كويس خالص. تمام. طيب بعد كده اول خطوه موضوع المقدمه. انا مش عايزك تهتم او بموضوع المقدمه وتقعد تحفظ لي في مقدمات ومش عارف لا 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 لا, هو بالعكس, هو الراجل المصحح مجرد ما بيشوف واحد كاتب مقدمه فبيقول لك ارحمكم الله, فبيقول لك بقى ايه ده موضوع ايه, ده موضوع عادي زي اي طالب كاتب مقدمه, وبعد المقدمه دخل في الموضوع. احنا عايزين نختلف, عايزين نبقى مختلفين عن الاخرون. ازاي بقى؟ فمثلا ممكن تكتب مقدمه, مش مقدمه يعني هي سحبه كده عشان تاخده في الموضوع, تلفت انتباهه, حاجة تخطف عقله كده في الكتابة زي الكلام ده. If you ask me about كذا I can say it's كذا. يعني ايه الحاجات دي؟ محدش كتبها قبل كده ومحدش قالها لك قبل كده. فبيقولك مثلا لو انت هتسألني, هو مثلا قال لي اكتب عن مثلا كتاب انت قريته, او قال لي اكتب عن السياحة او عن الصناعة او عن التكنولوجيا الحديثة او عن اي حاجة من اللي جت السنة اللي فاتت مثلا, فانا هقول له لو سألتني عن الصناعة او السياحة I can say it is, اقدر اقول لك ان هي, واعرفها. طب انا هعرفها ازاي ما انا مش حافظ ليها تعريف؟ لا, انت هتخترع ليها تعريف, انت مش صغير. هديك مثال, قال لي مثلا لو قال لي اتكلم عن السياحه, فانا هقول له if you ask me about tourism, لو سالتني عن السياحه, it's everything benefits our country. انا هنا مش هعرفها تعريف اقتصادي ولا تعريف فلسفي ولا تعريف نموذجي تيبيكال, لا لا لا, انا هعرفها تعريف بسيط يتماشى مع لغتك انت كطالب, وكمان يعني حاجه انت تقدر تجيبها في متناول ايدك. تمام. بس انا بديك بس افكار. فبقول لك مثلا ايه, اتس ايفري ثينج بنفيتس اور كونتري, انها كل شيء يفيد بلدنا او مجتمعنا, and makes it wonderful and beautiful, ويجعلها جذابة او يجعلها جميلة ولطيفة مثلا. يعني طب اتكلم مثلا عن التكنولوجي, اقول لك مثلا it is the thing that changed our life, انه الشيء الذي غير حياتنا, and saved a lot of time and effort, ووفر لنا الكثير من الوقت والمجهود. يبقى انت ايه
خطفت كده جملة تعريفية بس لفت انتباهه بيها انك انت راجل ايه بتتكلم انجليزي صح، انك انت قلت له لو عايز تعريف للحاجة دي التعريف هو كذا 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 كذا، تمام؟ فدي مثلا فكرة مقدمة انت بتعملها غير الافكار العادية وغير الناس اللي حافظاها كلها، تمام؟ طيب خد مثلا فكرة كمان، I think you انا عايزك تدمج المصحح معاك في الباراجراف. ازاي بقى؟ فهتخاطبه اقول له I think you agree with me، اعتقد انك تتفق معي that writing about ان الكتابة عن كذا is كذا، ان الكتابة عن السياحة هي مهمة ومفيدة لان السياحة هي كذا كذا، وتبدأ تجيب الفكرة اللي فاتت هي بعينها وتطبقها مثلا، او تقول in my point of view من وجهة نظري this subject needn't any topic sentences، الموضوع ده من وجهة نظري مش محتاج اي مقدمات. So I'll start directly saying، سوف ابدأ مباشرة بالقول ان، وابدأ بقى ايه ادخل في الموضوع. يبقى انت هنا ايه انت كتبت مقدمة وبتقول له ايه ان الموضوع ده مش محتاج مقدمات، بس دي حاجة ايه لفت انتباهه بيها، محدش عاملها، مش كل الناس عاملاها، فاهم؟ تمام. يبقى انت كده بايه بتجذب انتباه القارئ على ان هو يقرأ الباراجراف بتاعك باهتمام، وكمان يديك ان شاء الله الدرجة النهائية. طيب نبدأ بقى بعد ما تدخل في موضوع الباراجراف والتعريف، تبدأ تصنف الباراجراف لعدة أدوار. يعني مثلا ذا نقط رول، عايز ممكن أقول دور الحكومة، دور الإعلام، دور الشباب، دور المدارس، دور الطلاب، دور الوالدين، دور الأسرة. تقدر تصنف براحتك حسب الموضوع اللي انت بتكتب عنه. فمثلا ابدا اقول مثلا ذا ميديا رول، دور الاعلام بيبقى ثابت في كل حاجه، فانت بتقول في ايه بقى مثلا ذا ميديا رول او ذا رول اوف ميديا، دور الاعلام از هو تو سبريد ذا اويرنس اند تنشر الوعي among people بين الناس and rationalize them وترشدهم تو ان هم يهتموا بالحاجه دي، يتجنبوا الحاجه دي، يبذلوا قصارى جهدهم عشان يخدموا بلدهم مثلا. يعني warn them not to وتحذرهم الا يفعلوا كذا كذا كذا. فانت بتعمل ايه؟ بتصنف الادوار بنفس الشكل، بتصنف الادوار بنفس الايه الشكل، تمام. بعد كده هناخد دور تاني مثلا، وليكن مثلا ذا جفرنمنت رول، دور الحكومه. تبدا بقى تقول دور الحكومه ايه بقى؟ تي انفورس بيبل، ان تجبر الناس تو اوبي ذا لو او ذا رولز، ان هي تطيع القواعد او تطيع القوانين، اند دو ذا رايت ثينجز فور ذا سيك اوف اور كانتري، ويخلوا الناس او يجبروا الناس ان هم يعملوا الحاجه الصح من اجل ايه؟ من اجل مصلحه بلدنا، تمام؟ طيب يبقى انت بتوزع ادوار في الباراجراف. ممكن بقى تقول زي وثرو دور الشباب، وتبدا بقى في دور الشباب نو وان كان ديناي، معلش انا كان كتبته بسرعه فايه ففي حروف كده تلاقوها منسيه زي دينت دي، لا هي دي بدل التي واي عشان هما جنب بعض في الكيبورد فانا حطيت ده بدل ده. نو وان كان ديناي، محدش ينكر ذات ذا يوث ذا باك بون اوف اني نيشن، ان الشباب هما العمود الفقري لاي امه. سو زي هاف ذا ابيليتي، لديهم القدره تو change anything in society، ان يغيروا اي شيء في المجتمع. they are able to، وهم قادرون على، وتبدا بقى ايه تخش في الموضوع اللي انت هتتكلم عنه. ممكن بقى تدي لنفسك رول وانت بتتكلم، our role we are as students، نحن كطلاب، should tell our families، ينبغي ان نخبر اسرنا تو ان هم يهتموا بالحاجه دي، يتجنبوا الحاجه دي، يطوروا الحاجه دي، يحافظوا على الحاجه دي كده يعني، تمام. فانت بتكتب ايه ادوار، تمام. ممكن بقى تضيف ايه؟ تضيف school rule، تمام؟ to give students the attention to، ان تعطي الطلاب الاهتمام to كذا، يعني ان هي تدي الطلبه ان هم يهتموا بالحاجه الفلانيه. فانت ممكن تضيف ادوار على حسب ايه الموضوع، تمام؟ طيب مثلا الموضوع الاول بقى اللي هو ايه؟ اللي هو في التست 1 في الكتاب، اللي هو summary of a book، تلخيص لكتاب ايه؟ that you have enjoyed، انت استمتعت بايه؟ بقراءته. طبعا لما اجي اتكلم عن الموضوع ده بيقول لي ايه بقى؟ if you ask me، هطبق لك بقى المقدمه اللي انا قلتها لك. If you ask me to how to summarize، لو انت بتسالني ازاي الخص لك، I can tell you، اقدر اقول لك that when I want to make a summary، لما احب اعمل summary ملخص معين of a book لكتاب، that I have enjoyed reading it with my writing، اللي انا استمتعت بقراءته should include the main ideas
events and characters ينبغي أن أذكر لك الأحداث الرئيسية، أو ينبغي أن يتضمن موضوعي الأفكار الرئيسية لهذا الكتاب والأحداث التي تمت والشخصيات المهمة. يبقى أنا كده إيه بعرفه أنا هعمل إيه أو هلخص له إزاي، بعرفه أنا هعمل إيه أو هلخص له إزاي. وأبدأ بقى أقول له مثلا، هتكلم أنا عن ملخص كتاب بقى، The title of the book that I have enjoyed، عنوان الكتاب اللي أنا استمتعت بقراءته is، وأقول بقى أكتر حاجة أنا عارفها اللي هي قصة سجين زندة اللي عليا، تمام؟ أو عاوز تكتب قصة من تالتة إعدادي بلاك بيوتي مثلا، بس تبقى عارف مين اللي كتبها وكتبها ليه عشان يغير إيه مثلا، أو أوليفر تويست أو جاليفرز ترافلز، يعني أي قصة أنت عارفها. This book is considered، وابدأ بقى بعد ما قلت له ايه سجين زندة، This book، وابدأ بقى اتكلم عن الكتاب. This book is considered، يعتبر an adventure، مغامرة، لانه في مغامرة وفي تضحية وفي حاجات. That was written by، التي كتبت بواسطة، وابدأ اقوله الراجل اللي كتب له انسوني هوب طبعا. بعدين شايفين النقط عاملة ازاي، وشايفين بقى الايه الحرف الاول كابيتال، وبعدين ايه بعدين اسم الراجل جايب الكابيتال، يبقى هو ده عايز التنظيم ده يعني، تمام. It's the most successful book he has written، ابدأ اخترع بقى وعيش في الموضوع، قول له بقى ده كان انجح كتاب لي هو كتبه، تمام. ممكن كمان تقول ايه ده كتب سنة كذا، واديله سنة كده تخمينية وخلاص، يعني هو الراجل اللي هيقرا البراجراف اصلا عارف ان هو اتكتب سنة كام، بس انت عيش عليه واكسب جملة زيادة، تمام. طيب the hero of this book، بطل الكتاب ده بقى is، وتقول بقى كان مثلا رودولف راسندل، او مثلا الحصان بلاك بيوتي، او مثلا الطفل اوليفر تويست، او مثلا الدكتور جالي، بتعيش مع ايه مع الكاتب. هو فيزد ا لوت اوف ديفيكولتيز، لو هتكلم عن راسندل بقى، هو فيزد اللي هو واجه ا لوت اوف ديفيكولتيز، الكثير من الصعاب، اند اندنجرد هيز لايف، وعرض حياته للخطر، تو جيف ذا رايت باك تو اتس اونرز، لكي يعيد الحق لاصحابه، لكي يعيد الحق لاصحابه. يبقى شفت انا بقى ايه جذبت انتباهه ازاي، وهبدا اقول له كلام يحس ان هو ما يعرفوش عن القصه دي، تمام. هبدا بقى اكمل واقول بقى مثلا from here، من هنا بقى our role appears، يظهر دورنا، that we should teach our children، ان ينبغي علينا ان نعلم اطفالنا، not to take things that don't belong to others، الا ياخذوا الاشياء التي تخص الاخرين او تنتمي الى الاخرين، على اساس ان الراجل ما رضيش يطمع بالملك ولا ياخد الكينج ولا يبقى هو الكينج مع ان ده كان في ايده، تمام. and they should help to give the right back its owner، وبعدين بعد ما اقول ان هم ينبغي ان يعطوا الاطفال، ان يعطوا الحق لصاحبه، او ان يعطي الحق لملاكه في النهاية، تمام. ده كان الموضوع الاول في الباراجراف، يا رب نكون وضحنا فكرة حلوة عن الباراجراف. ما تنسوش تشيروا الفيديو على زمايلكم، وكمان لايك، واي حاجة اكتبوها في التعليقات وانا هرد عليكم، وان شاء الله هنحاول نمسك باراجرافات اليونيتات بالتفصيل، ونحاول نظبط موضوع الباراجراف بالتوفيق للجميع. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.